بتكونوا بخير. احنا الفترة اللي فاتت درسنا مع بعض الوورد والباوربوينت والاكسل. انا محاضرة النهاردة هخليها مراجعة على كل اللي احنا اخدناه. يعني ايه على كل اللي احنا اخدناه؟ جديدة في النص. يعني زي مثلا في الاكسل، اللي عندنا الثلاث معادلات، معادلة اسمها الاجريجيت والسوليديت النهارده، دول ما خدناهمش قبل كده. تمام، زائد ان شاء الله في كام حاجه كده في اساسيات الويندوز هنشرحها برضه، ما شرحناهاش. زائد ان هنعمل مراجعه سريعه على الوورد والباوربوينت. برضه هرجع واقول انا مش هدخل على برنامج جديد الا لما الناس ضمناهم خلاص، ما فهمش اي مشكله. ليه؟ لان دول اهم ثلاث برامج عندي. انا لو اتقنت الثلاثه دول انا كده مش محتاج اي حاجه تاني. طيب زي ما قال الباشمهندس، ان شاء الله هنكتفي بالوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس والاوتلوك. دول خمس البرامج الاساسيه بالجزء الاول من الدبلومه، وباقي البرامج هنعمل بيهم شهاده منفصله، يعني لانها تبقى يعتبر برامج مختلفه شويه، ويعني اغلب الناس بتحتاج اللي هي الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس والاوتلوك. طيب هل هيبقى في جزء ثالث من الدبلومه؟ ان شاء الله باذن الله. دي هنعرف بعد ما نخلص ان شاء الله الجزء الثاني، يعني باذن الله ان شاء الله ربنا يقدر. طيب نبدا محاضره النهارده. في جزء كان في اساسيات الكمبيوتر احنا شرحناه، الكمبيوتر الانترنت و الوورد والباوربوينت والاكسل، علشان نسترجع مع بعض كل الحاجات اللي احنا اخذناها قبل كده. طيب بدايه كده، انا عندي في حاجه اسمها البيلت ان والسيت اب. طب الفرق هو الأول صوتي مشكلة. صوتي واضح للناس ولا في مشكلة؟ الصوت دلوقتي واضح للناس، هو بس كان بيقطع شوية، بس دلوقتي كويس. عندي نوعين من انواع البرامج. عندي نوع اسمه البيلت ان زي ما احنا قلنا، والسيت اب. السيت اب هي البرامج اللي انا بثبتها على الجهاز، زي الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس، الاوتلوك، الاوتوكاد، السوليد وورك، الريفت. الحاجات دي كلها اسمها السيت اب. اما البيلت ان هي البرامج اللي هي بتنزل مع الجهاز، اللي هي بتنزل جاهزه، زي الاله الحاسبه، زي المفكرة، زي برضو اللي هو الرسام. فتعالوا مع بعض كده. عندي أول برنامج منهم اسمه ألارم كلوك، اللي هو المنبه. تعالوا كده نفتحه. فظهر معايا بالشكل ده اللي هو المنبه. أنا لو عايز أعمل منبه على الجهاز، طيب أنا عايز أبتدي خلاص أضيف منبه جديد. علامة الزائد من تحت في حاجة اسمها Add New Alarm، إضافة منبه جديد. هندوس عليها وظهر معايا بالشكل ده. أحدد الساعة بتاعت اللي أنا عايزها، بس ده متاح في ويندوز 10. تمام، أحدد الساعة بتاعتي وأحدد التوقيت AM أو PM وهكذا. AM يعني صباحا وPM يعني مساء. هنا الارم نيم اسم المنبه، اغير اسمه، اكتب الاسم اللي انا عايزه لاسم المنبه. الريبيت اللي هو التكرار، هو بيتكرر، انا عايزه يتكرر كل قد ايه. اما الساوند اللي هو الصوت اللي عايز المنبه، اختار اي صوت. دي كلها اصوات. اما السنوز تايم اللي هو الوقت بتاع المنبه اللي انا عايزه. طيب خلصت. من تحت شايفين علامة السيف دي، هدوس عليها. اهو فينو ده، اهو اتحفظ عندي. فأنا لو خليته اوف كده مقفول، طب لو خليته ان اون كده مفتوح معايا. طيب
ادوس عليها تاني، او نفترض انا خلاص المنبه ده مش عايزه وعايز احذفه، ادخل عليه وادوس على سلة المحذوفات من تحت اللي هي ديليت او حذف، ديليت او حذف، وادوس على ديليت. هنا دي حاجة اسمها سيلكت الارم، لو عايز اعمل تحديد للمنبه سيلكت الارم اهو وحدد. طيب كويس. طيب الكلوك الساعة اللي احنا فيها دلوقتي في المنطقة اللي انت فيها الساعة 2:33 بي ام مساء النهاردة الجمعة، وادي التاريخ. تايمر توقيت عندي ده تايمر، ساعة الإيقاف ستوب ووتش، الساعة بتعد. طيب يبقى ده بالنسبة للألارم أو الكلوك لو عايز استخدمه على الجهاز. حلو. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها الكالكوليتور، الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة ظهرت معايا بالشكل ده. طيب أكتب فيها اللي أنا عايزه. طيب في سؤال بيجي دايما في الامتحانات الدولية، حول الآلة الحاسبة إلى آلة علمية. شايفين الثلاث شرط اللي من فوق في حاجة اسمها ستاندرد أو أساسي، هدوس عليهم وهدور على حاجة اسمها ساينتفك أو علمي، هدوس عليها وحولها لي لآلة علمية. حولها لي لآلة علمية. طب لو عايز أحولها لآلة خاصة بالبروجرامر برمجة اهو، اللي هو الهكس والاوكت والباينري وهكذا اهو. طيب لو دوست على داتا كالكوليشن بيحسب لي التاريخ، الفرق ما بين التاريخ، الفرق ما بين التواريخ. طيب بعد كده ندخل على حاجة اسمها الكوندنتر، تحويلات. التحويلات لو دوس على اول حاجة عند الكرنسي او العملة، اقول له انا عايز احول مثلا من الدولار للجنيه المصري. لو قلت مثلا 1 دولار في كم جنيه مصري؟ 15.67. طب لا انا مش عايز الدولار. شايفين السهم في الجنب اللي جنب كلمة دولار، هدوس عليها وهدور على حاجة تانية مثلا اي عملة تانية واختارها. نفس القصة هنا، فانا بختار انا عايز احول من ايه لايه، وفي الحاله دي لازم اكون متصل بالانترنت، لابد ان اكون متصل بالانترنت. طيب لا انا عايز احول احجام فوليوم اهو، عايز احول حجم من فين لفين، عايز احول من اللتر للمليمتر اهو. الواحد لتر في 1000 ملي لتر. طيب لو قلت مثلا الكيوبيك سنتيمتر في 1 ملي لتر، ده بالنسبة للفوليوم. طب عايز احول لينس اطوال، او احول مثلا من الفيت سنتيمتر، الواحد فيت في 30.48 سنتيمتر وهكذا. طب انا عايز احول اوزان، اوزان وكتلة، نفس القصة، الباوند او الكيلو جرام او ال او الشورت طن وهكذا. طب انا عايز احول تمبريتشر، درجات حرارة اهي، الواحد فهرنهايت في كام سيليزيوس. طيب الواحد سيليزيوس في كام فهرنهايت؟ في 33.8. طيب الواحد كلفن في 7.87، ده لو عايز احول درجات حرارة. عايز احول انرجي اللي هو طاقة، اشوف ان الواحد جول في كام مثلا كيلو جول وهكذا. عايز احول اريا مساحة، احول مساحات بتاعتي. عايز احول تايم اللي هو التوقيت، عايز احول باور اللي هو الطاقة، عايز احول سبيد اللي هو السرعة، عايز احول انجل اللي هي الزاوية، عايز احول بريجر اللي هو الضغط، عايز احول الداتا اللي هو
بيانات من الجيجا، الواحد جيجا بايتس يساوي 1000 ميجا بايتس، فدي كلها تحويلات خاصة بي. فمعنى كده إن الآلة الحاسبة مش بستخدمها للحسابات بس. ده بالنسبة للآلة الحاسبة. هنروح نفس القصة نشرح حاجة اسمها الكليندر. صح، انا بص في الكليندر او الاجنده بتاعتي قايل لي اللي يوم 6/10 مش عارف اللي هو عيد القوات المسلحه، 6 سبتمبر عندي مثلا توداي اليوم الدي، انا عايز عن طريق الويك الاسبوع المانس، اللي هو طريقه العرض، طريقه العرض بتاعت الاجنده بتاعتي. طيب نفترض انا عندي 17/9 اللي هو يوم الجمعة في مناسبة مهمة فيه، فضغطت عليه كليك يمين، اول ما بضغط كليك يمين هيظهر بالشكل ده. ايه هو اول حاجة هنا؟ بيقول لي الايفنت نيم، اسم الحدث. انا لما يكون معايا حاجة معينة او معايا مناسبة مهمة فبحطها على الاجندة. نفس القصة هنا، بقول الايفنت نيم اسم الحدث، هنا اللوكيشن او الموقع بتاع الحدث، الحدث فين بالظبط. الحدث هيبدأ من هنا، ستارت اللي هو البداية بتاعته، اما الاند اللي هو النهاية، نهاية الحدث هينتهي امتى. هنا الايفنت ديسكريبشن اللي هو وصف الحدث، شرح مفصل عن الحدث. هنا لو عايز اعمل انفايت لشخص ما، لو عايز اعمل دعوة لحد معين. هنا لو عايز يذكرني ريميندر، يذكرني قبلها بكام؟ ب 12 ساعة. طيب تكرر كل قد ايه؟ طيب اللي عايز احفظه ادوس على سيف، عايز احذفه ادوس على ديليت او حذف. ده بالنسبة للي هو الكالندر اللي عندي. ده اللي هو الرسائل، دي خاصة بالرسائل اللي هي على الجيميل بتاعي. هنا لو عايز أضيف أشخاص معينة من جهات الاتصال، من هنا switch to do، برضه دي خاصة بإيميل مايكروسوفت. هنا السيتنج أو الإعدادات بتاعتي أو اللي ظهرت معايا في الجنب. بيقول لي الوزر سيتنج، اعدادات الطقس، اعدادات الاجنده، البرسوناليزيشن، التحكم في الحسابات الشخصيه وهكذا. ده بالنسبه للاجنده بتاعتي. يبقى كده معانا الالارم المنبه، ومعانا الكالكوليتور الاله الحاسبه، ومعانا اللي هو الكالندر. بس ركز معايا. خلي بس عندي حاجة اسمها الستيك نوت. الستيك نوت بتعمل ايه؟ دي اللي هي المفكرة. المفكرة لو دوس على علامة الزائد من فوق بيعمل لي نيو نوت، مذكرة جديدة بالشكل ده، ابتدي اكتب فيها اللي انا عايزه. كتبت فيها اللي انا عايزه اهو. البي بيتخن من الكلمه، الاي بتميل، اليو خط تحت الكلام، الاي بي خط وسطي اللي هو بيحط لي نقطه قبل الكلام اللي عندي. عايز اضيف صوره فيها من ديكتشر. طب عايز اغير لونها، شايفين الثلاث صورة جنب علامة الإكس، هدوس عليها واختار
اللون اللي انا عايزه. طب عايز احذفها، ادوس على حاجه اسمها ديليت نوت، ديليت نوت اللي هو الحذف. طيب دي مفكره بكتب فيها اللي انا عايزه وعادي، حافظ عندي اشتغل عليها. طيب في حاجه اسمها النوت باد برضو نفس القصه، مفكره عندي قائمة فايل زي ما قلنا احنا نيو بنش بيها مفكرة جديدة، اوبن بفتح كل المفكرات اللي عندي. الفرق ما بين سيف وسيف از ان هي سيف بتحفظ ملف الاول مرة، اما سيف از بعد التعديل او لو عايز احفظ نسخة احتياطية منه او لو عايز احفظه بصيغة تانية. وعندي البيس طابع اعدادات الصفحة اللي هو انا عايزه بورتريت افقي ولا لاند سكيب رأسي. المارجنز الهوامش بتاعتي ناحية ناحية اليسار ناحية الشمال الأعلى الأسفل، والسايز اللي هو حجم الورقة بتاعتي. وهنا لو عايز أحط هيد فوت الرأس وتزيل وأدوس على أوكي. عندي البرنت اللي هو خاصة بالطباعة لو عايز أطبع، إكزيت لو عايز أقفل المفكرة بتاعتي. عندي بعد كده حاجة اسمها إيديت، إيديت اللي هو بعمل من خلالها النسخ والقص واللصق، ولو عايز ابحث على كلمه معينه لو عايز اعمل ريبليس لكلمه معينه. طيب انا حددت ورحت على حاجه اسمها فورمات واخترت حاجه اسمها فونت. نوع الخط اختار نوع الخط اللي انا عايزه. هنا الستايل بتاع المنتظم ولا عايزه مائل ولا عايزه الخط نفسه تخين ولا تخين ومائل في نفس الوقت تضخيم اهو. هنا حجم الخط اختار الحجم اللي انا عايزه. غير معي فين من هنا من الفونت. طيب فيو لو شلت علامة الصح من حاجة اسمها الاستيتيو بار، ركزوا على الشريط اللي من تحت ده اللي حصل اتشال معايا، عايز اظهره علم عليه علامة صح. الزوم بيكبر، زوم ان بيكبر معايا الكلمة اهو، والزوم اوت بيبعد لي عن الصفحة. اما ريستور ديفولت زوم برجعها لوضعها الاصلي. طب ايه الفرق ما بين النوت باد والستيكي نوت؟ ما الاتنين مفكرة، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان الستيكي نوت لو سبته شغال او سبته مفتوح، سبتها مفتوحة زي كده مثلا، انا كتبت فيها حاجه ورحت سبتها كده مفتوحه، رحت قفلت الجهاز وفتحته تاني هلاقيها موجوده زي ما هي كده زي ما هي. طيب اخر حاجه انا ضفتها في الستيكي نوت هتلاقيها موجوده معاك، موجوده ظاهره اهي، هتلاقيها موجوده بتتقفل، هي الحاجه اللي فيها بتتحفظ تلقائي، زائد ان انا لو قفلت الجهاز وفتحته وكنت سايب المفكره بتاعتي او الستيك نوت بالشكل دي هفتح الاقيها في نفس المكان. ده الفرق المبسط ما بين الستيك نوت واللي هو النوت باد. في حاجه اسمها السنابنج تول، اول ما بدوس على حاجه اسمها السنابنج تول ظهرت معايا بالشكل ده، ظهرت معايا بالشكل ده. طيب لو دوست على نيو السنابنج تول بتاخد لي سكرين شوت اهو، اهو اخد لي سكرين شوت. عايز احفظها بحفظها ازاي؟ فايل سيف از وبحدد مكان الحفظ اللي انا عايزه واحفظها بالبي ان جي. طيب انا هنا عندي في حاجه اسمها مود، يعني ايه مود؟ ظهرت عندي أربع حاجات، أول حاجة حاجة اسمها الفري فورم سناب هدوس عليها. يعني ايه فورم سناب؟ شايف علامة المقص اللي ظهرت؟ معناها بتديلي حرية إن أنا أختار الحاجة اللي أنا عايز أعمل لها سكرين شوت. أهو
زي ما انا ماشي بالشكل ده. اللي حصل الجزء اللي انا ماشي فيه بحرية اخد لي السكرين شوت. لا انا مش عايز الفري فورم. الفري فورم بيعمل ايه معايا؟ بيخليني اتحرك بحرية. اما لو اخترت حاجة اسمها ريكتانجل سناب بيخليني اتحرك في شكل مستطيل. لو المستطيل بيخليني اتحرك في شكل مستطيل. طيب عندي حاجة اسمها الويندو وحاجة اسمها الفول سكرين. تعالوا كده ندوس على الويندو سناب، اخد لي هياخد لي سكرين شوت لسطح المكتب. سكرين شوت لسطح المكتب اللي هو النافذة اللي عندك، بياخد لي سكرين شوت للنافذة اللي عندك تلقائي. اما الفول سكرين بياخد نافذة لل الصفحة اللي انت فاتحها، بياخد سكرين اللي انت فاتحها اهو. تعالوا كده نختار الفول سكرين اهو، اخد سكرين شوت للصفحة اللي انت فاتحها. عندي بعد كده حاجة اسمها السكتش باد. السكتش باد طيب بيديني صفحة فاضية زي كده واكتب فيها اللي انا عايزه اهو. ده اللي هو البنسل القلم، اكتب اللي انا عايزه. نفس القصة قلم تاني اهو. ده اللي هو لو حاجة اكبر من كده اهو، وكلها انواع. عايز امسح ظهرت معي علامة الاستيكة، بيقول لي ادي اشكال الاستيكة. لو عايز اعمل اريزر او مسح لكل الحاجات اللي انا ضفتها ادوس عليه. دي اللي هو المسطرة زي ما انتوا شايفين اهو. طيب دي حاجة اسمها التاتش رايتنج اهو، تاتش. طيب هنا لو عايز اعمل اندو استعادة اللي هو كنترول زد. هنا لو عايز اعمل قص لحاجة معينة اهو، انا هقص. هنا لو عايز بعد ما اخلص احذف الحاجات الشغل اللي انا عملته، هنا لو عايز احفظه، هنا لو عايز اخد نسخة مني، هنا لو عايز اعمل له مشاركة. ده اللي هو اسمه سكتش باد. سكتش باد سكتش باد. عندي بعد كده الرسام. في حد يسألني يقول لي الرسام، هو احنا نشرح الرسام؟ اه. هل الرسام اغلب الناس بتستخدمه؟ اه، بس في حاجات كتيرة بنعرفش نستخدمه في الرسام. يعني دلوقتي انا هو دخلت على الرسام ورحت عند حاجة اسمها شيب او شكل، ورحت ضفت شكل، عايز اغير البوردر او الحد الخارجي بتاع الشكل. شايفين اللي بيحصل؟ انا واقف هنا على color 1 بختار اللون اللي انا عايزه. طيب انا هنا مش مختار اي حاجه. تعالوا كده نفل with color واختار اي لون انا عايزه. اختار اول حاجه، بختار علامه الجرد اللي هي الفل with color، وبختار اي لون انا عايزه. هنزل في اي شكل هلاقيه ايه عامل معايا علامه الجرد. هضغط بس ضغطه كليك شمال، ضغطه واحده بس كليك شمال.
هو زي ما انتوا شايفين كده. انا ادرست مثلا حاجة بالشكل ده، انا عندي السمك الخارجي مش عاجبني، عايز اغير السمك الخارجي بتاع الخط من حاجه اسمها، انا خلاص اخترت الشكل اللي عندي اهو، واروح على حاجه اسمها سايز، ده اكبر سمك للخط اللي عندي. اللون زي ما قلنا اهو. طب لو اللون ده مش عاجبني عايز اغير، ما عاجبنيش اي لون من الالوان دي، في حاجه اسمها الايديت كولر اهو، ظهرت معايا الوان تانية، بختار اللون اللي انا عايزه وادوس على اوكي. هنا بيقول لي برضو هنا في حاجه اسمها الاوت لاين. يعني ايه الاوت لاين؟ اهو شايفين اللي بيحصل، بيقول لي انا مش عايز حد خارجي، انا عايز لون ساده، انا عايز حاجه اسمها كريون، عايزه كشبه الماركر، ولا عايزه كشكل زي الوان الزيت كده، اختار لون مثلا زي ده اهو. انت تختار الوان الزيت ادي شكلها كده. فده دي انواع اللي هي الخطوط الخارجية. اهو زي ما انت شايف ازاي بتتغير. طب الفيل اللي هي اللون التعبئة اللي جوه، اللون اللي من جوه، احنا قلنا اول حاجة بحدد علامة الجردل، وبعد كده بختار اللون، عمل لي لون من جوه. طيب اختار شكل زي ده، عندي الاستيكة اللي عندي. طيب واحدة واحدة، طب مش الفل اللون اللي من جوه، انا عايزه ايه؟ الفل اللون اللي من جوه اهو، شايفين شكل اللون اللي من جوه، الشكل معايا اتغير. طيب حلو خالص، دي كلها الوان. هنا دي الاستيكه بتاعتي. طيب ادي عملت شكل، تمام، ورحت عملت شكل تاني جنبه، وده غيرت اللون بتاعه، بس متأكد اتأكد ان انا مختار علامة الجردل من هنا اهو. في حاجة اسمها الكولر بيكر، حاجة زي الجطارة كده، بتاخد لي اللون اللي انا مختاره، انا ضغطت عليها اهي، رحت اخترت اللون ده ورحت دست في المكان التاني، اخد لي نفس اللون، اخد لي نفس اللون. طيب البنسل اهو، لو عايز اكتب دي اللي هو العدسة، يكبر معايا حاجة اسمها النفير اهو، بتظهر معايا السايز، السايز بتاع الخط. طيب عندي هنا حرف الايه، الايه اسمها تكست، اروح اكتب النص اللي انا عايزه. اول ما كتبت النص اللي انا عايزه ظهرت معايا قائمة اسمها تكست، اللي هي فيها نوع الخط، نوع الخط، عندي حجم الخط اهو، عندي لو عايز اعمل تضخيم للخط او عايز اميله تحت الكلام، عايز احط خط في وسط الكلام، وده اللون، اللون بتاع الخط اهو. ده اللي هو الخلفية، لون الخلفية، ده حاجة اسمها الترانسبيرنت اللي هي الشفافية، وده اللي هو النصف واللصق.
حلو خالص لحد الآن. طيب الفيو بتعمل لي ايه؟ فيو بتعمل لي زوم ان على الصفحة وزوم اوت 100%، بترجعها لي زي ما كانت في الاول. طيب الرول اللي هي لو عايز اظهر شبكة بيانية الجريد لاينز. اما الاستديو بار اللي هو شريط الحالة اللي هو موجود تحت ده، اللي موجود تحت اهو الفول سكرين، وبكده انا عايش يعتبر انا خلاص خلصت وعايز اعرضها في شاشة عرض كبيرة. هنا فايل احنا قلنا نيو بنشئ بيها صفحة جديدة عندي اوبن، بفتح الملفات الموجودة عندي على الجهاز. الفرق ما بين سيف وسيف از، سيف بتحفظ الملف لأول مرة وسيف از بعد التعديل او لو عايز احفظ نسخة احتياطية منه صيغة معينة، صيغة كصورة يعني عندي بي ان جي وجي بي جي والجيف، برنت لو عايز اطبع وهكذا، روبرتز لو عايز اعرف الخصائص بتاعتي، اكزيت لو عايز البرنامج ككل. طيب اللي هي قائمة فايل عندي البرنامج، عندي هنا شريط الوصول السريع لو عايز اشيل اداء فيهم كليك يمين وادوس على ريموف، لو عايز اضيف واحدة فيهم هضغط على السهم في الجنب وادوس على الكلمة اللي انا عايزها اضافت معايا، عايز اشيلها كليك يمين وادوس على ريموف او ازالة. ده بالنسبة للرسام بتاعي. في ايه تاني الرسام؟ في تاني الرسام. تعالوا كده هنعمل ايه فايل بعد كده اوبن، اختار اي صورة ايا يعني كانت الصورة دي، اضفت الصورة دي هنا. في حاجة اسمها روتيت، روتيت بيعمل لي تدوير للصورة. طيب ريسايز بيعمل لي إعادة تعيين للحجم بتاعها. يعني إيه إعادة تعيين؟ هنا الريسايز بيقول لي الهوريزنتال اللي هو الأفقي أو العرض أنت عايزه كام؟ تختار العرض نقول مثلا 50. طيب الفيرتيكال الرأسي اللي هو كام؟ عايز 40. طب ليه كل ما أختار أي رقم يتغير معايا فوق؟ لأن أنا معلم هنا المينتين اسبكت ريشيو، وراح شعلت الصح من عليها، اكتب مثلا في الافقي 70 وعندي في الرأسي مثلا هنقول 40 اهو اتعمل معاك، ادوس على اوكي فكده هيخلي لي العرض 70 برسنتج وهيخلي لي الطول 40 اهو بالشكل ده. من فين؟ من سايز ري سايز. طيب هنا اللي هو الديجري الدرجات بتاعتي، بكتب الدرجات بتاعتي مثلا اهو دي الدرجة بتاعت الدوران بتاعتي. في حاجة اسمها سيلكت، لو اخترت حاجة اسمها ريكتانجل سيلكشن اهو انا حددت الجزء اللي في النص ده وعايزه، رحت اسحبه لبره اهو او كليك يمين عليه وادوس كوبي واروح على نيو واختار بيست، اضفت الشكل اللي انا عايزه اللي انا قصيته الشكل فايل اوبن، اختار الشكل اهو. طب لو دوس فري فورم سيلكشن دي لو انا مثلا عندي صورة شخص وعايز اسحب صورة الشخص بس اهو، بيديني حرية ان انا اهو امشي على الشكل اللي انا عايزه بس اهو واسحبه برضه واسحبه. ده اللي هو السيلكت اول لو عايز اعمل تحديد لكله اهو. ديليت لو عايز حذف، حاجة اسمها انفيرت سيلكشن. ده اللي هو الانفيرت سيلكشن. فده الفرق ما بين السيلكشن او التحديد اللي عندي للصوره. معنى كده لو عايز انا عندي صوره وعايز ابص منها جزء اروح للسيلكشن باسهل سهوله في اللي هو الرسام. ده بالنسبه للرسام. تعالوا في حاجه اسمها
3 دي. أول ما أفتح الرسام ال 3 دي ظهر معايا بالشكل ده أهو، بيقول لي أوبن لو عايز أفتح ملفات جديدة، نيو لو عايز أنشئ ملف عمل، لو عايز أفتح ملفات موجودة على الجهاز. تعالوا كده نختار نيو. كده أنشأت صفحة عمل جديدة. ده رسام 3 دي مش هنلاقيه غير في ويندوز 10. ويندوز 10 دي اللي هو بروشز اللي هي الفرش، بختار من اللي هو ناحية اليمين من الماركر، بختار اللون اللي أنا عايزه أو الفرشة اللي أنا عايزها أهي، دي كلها فرش، دي الاستيكة بتاعتي. طيب هختار مثلا حاجة زي دي، لو اخترت دي فرشة كبيرة أهي. في حاجة اسمها السكنس أو السمك، اهو بيقلل معايا الحجم نفسه، اهو زود، شايفين اللي بيحصل في السمك. طيب ده اللون، من هنا بختار اللون. هنا لو عايز اضيف لون معين، ده لو عايز اضيف لون معين اكتب في البحث تحت 3D 3D، او اكتب بنت اللي هو الرسام، هيظهر معاك الرسام العادي والرسام 3D. طيب ده بالنسبة للجزء الاول اللي هو اللي بالنسبة خاصة باللي هو الفرش، خاصة بالفرش. طيب في حاجة اسمها ال 2D شيب، الاشكال ال 2D اهو، ده شكل 2D. بمجرد ما ادرجته هنا في حاجه اسمها الفل، الفل اللي هو لون التعبئه، لون اللي في الداخل. طيب اللاين، لاين تايب اللي هو الخط الخارجي، ده سمك الخط الخارجي. هنا شايفين هنا لبسه الشفافيه، الشفافيه بتاعتي. هنا الخط انا لو مش عايز لون تعبئه اختار نان، طب لو عايز اختار سوليد هنا نفس القصه. انا لو عندي شكل وعايز الشكل بتاعي اخليه 3D، اكد هندسه ان النسخه اللي عندك 10، النسخه اللي عندك 10 هتفرق طبعا لو النسخة بالعربي، لأن لو النسخة بالعربي هتلاقيها الرسام ثلاثي الأبعاد، الرسام ثلاثي الأبعاد، ده لو النسخة عربي. بس تتأكد إن النسخة اللي عندي موجود. أنا درست شكل تاني زي ده، الفل اللي هو لون التعبئة، اللاين تايب اللي هو الخط الخارجي. طب لو عايز أحوله لشكل 3D هختار حاجة اسمها الميك 3D. ده كده بالنسبة لي شكل 3D، ده بالنسبة لي ال 2D. طب ال 3D شيب، أشكال 3D دي كلها أشكال 3D اهي، ده شكل 3D نفس القصة. ادي شكل برضو تاني 3D. طيب اهو ده شكل تاني 3D اهو، زي ما انتم شايفين شكله كده، دي الاشكال 3D. اديت لو عايز اعمل لها اديت ان انا عايز احذفها، هنا الكوبي لو عايز اعمل نسخ ليها، هنا البست لو عايز اعمل لها لصق، هنا لو عايز احذفها. طيب في حاجه اسمها روتيت اللي هو التدوير بتاع الشكل اهو، هنا حاجه اسمها الفليب هوريزنتال اهو، الفيرتيكال بسموس اللي هي النعومه. طب لو المالتي سيلكت
طب السلكت اول بيحدد معايا كل حاجة موجودة عندي، اما المالتي سيلكت اللي هو الجزء ده بس اللي انا واقف عليه. طب انا لو عايز لها لون اشكال 3 دي، عايزها بالوان، من فين؟ من اللي هو حاجه اسمها اديت كلر. طيب لو دوس على الاستيكر عادي ظهرت معايا استيكرات تانية اهي. انا لو عايز اخليه 3 دي هدوس ميك 3 دي، برضو دي استيكرات تاني ممكن احطها، دي اشكال خلفية اهو زي ما انتوا شايفين. هنا الشفافية بتاعتي دي اشكال 3D ميك ستيكر. انا لو دوست على حاجه اسمها اد ستيكر يبقى لازم يكون عندي ستيكر موجود على الجهاز وعايز اضيفه. طيب حلو خالص. التكست لو عايز اضيف نص اكتب النص، اجي في الجنب هنا في حاجه اسمها ادي، ده نوع الخط، ده هي حجم الخط بتاعي، ده هي اللون بتاع الخط اهو، نوع الخط، حجم الخط، لون الخط. ده لو عايز اعمل له تضخيم اتخن الخط اللي عندي، هنا عايز اميله، هنا عايز احط خط تحت الكلام، هنا عايز اخليه في المنتصف، عايز اخليه ناحيه اليمين، عايز اخليه ناحيه اليسار. هنا بالنسبه للباك جراوند الخلفيه بتاعتي اهو، من الباك جراوند فيل بختار اللون اللي انا عايزه، لون الخلفيه. هنا بيقول لي ال 2 دي تكست وال 3 دي تكست، نص 3 دي. ده النص 3 دي او زي ما انتم شايفين ده نص 3 دي. هنا في حاجة اسمها افكت تأثيرات، تأثيرات ايه؟ شايفين اللي بيحصل معايا؟ تأثير الخلفية من ورا اهو. ده تأثير الخلفية. من فوق في حاجة اسمها الزوم، الزوم بتاعت الشاشة اللي انا شغال عليها اهي. في حاجة اسمها الكونفس. هنا لو عندي صورة وعندي حاجة معينة وعايز العرض بتاعها والارتفاع من كونفس، واكتب هنا الويتس اللي هو العرض بتاعها، واكتب الهايت اللي هو الارتفاع بتاعها. وهنا لو عايز اهو تعال نكتب كده، هلاقي الارتفاع التلقائي اتغير اللي هو اللي انا محدده. لا انا عايز ده لوحده ده لوحده، اشيل انت الصح من حاجة اسمها كانفاس اللي هو ايه العرض او ملف العمل. ترانسبيرنت كانفاس لو انا عايز اخليه شفاف بالمنظر ده. طيب ينفع يا هندسه؟ ينفع، هناخدها ان شاء الله. تعالوا كده نضيف صورة. انا ضفت صورة. في حاجة اسمها كروب او قص، لو عايز اقص الصورة بتاعتي بعد ما خلصت خلاص. في حاجة في الجنب اسمها الضن، هنا بيديني ابعاد للصوره، هنا بيديني العرض والارتفاع اللي عايزه اهو، ادوس دون خلص. طيب في حاجه اسمها سيلكت، سيلكت لو عمل لي تحديد عليها وعايز اصغر العرض والارتفاع بتاع الصوره. طب الماجيك سيلكت يعتبر
قريبة شوية من القرود من القص. أول ما بصيت جزء معين في الجنب هنا ظهر حاجة اسمها الكنسل والنكس. تعال ندوس على النكس. أهو دي ماجيك. أدوس دن. أنا بس عليها. اهو شل الجزء اللي هو من فوق اهو زي ما انتم شايفين كده. هنا الاندو اللي هو لو عايز ارجع خطوة لورا، والبيست لو عايز اعمل لصق. انا خلصت. في حاجة اسمها منيو عندي. احنا قلنا نيو صفحة عمل جديدة زي ما انتم شايفين كده. عندي اوبن وبختار براوس فايل اللي هو لو عندي ملفات على الجهاز افتحها. انسيرت لو عايز ادرج برضو صورة معينة، او هي اوبن. عندي الفرق ما بين سيف وسيف از. قلناها مليون مرة ان السيف حفظ الاول مرة، عايز اعمل نسخة احتياطية لو عايز احفظها بصيغة معينة. برنت اللي هو الطباعة. شيل لو عايز اعمل له مشرب. سيتنج اللي هي الاعدادات بتاعتي. طب تعالوا كده سيف از. فبيقول لي انت عايز تحفظه كايمج كصوره ولا كفيديو؟ انا هختار كايمج كصوره. دي اول خطوه اهو. دي كلها صيغ للصوره، البي ان جي والجي بي جي والجيف. طيب انا لو عايز احفظها بجوده عاليه اختار الجي بي جي، لان الجي بي جي جودته اعلى من البي ان جي. زائد ان الجي الخلفيه بتاعته بتكون موجوده، اما البي ان جي ما بيكونش فيه خلفيه، ما بيكونش فيه خلفيه. طيب جيف اللي هي الصور المتحركه. طب لو عايز احفظه كفيديو اختار فيديو اهو. ده اللي هو الفيديو بتاعي مثلا او الشغل بتاعي. اختار هنا البكسل، اختار صيغه الحفظ بتاعت الفيديو ام بي 4 مثلا. هنا الشكل، شكل الدوران زي ما انتم شايفين. دي السرعة. هنا عدد اللفات النمبر اوف لوب. بعد كده اختار سيف هيحفظه لي كفيديو. طيب قلنا عايزين نحفظه لو جربنا كصورة او بالشكل ده، بس انا نفترض انا ضفت صورة. الاقي هنا في الجنب البكسل بتاعي اللي هو الويتس العرض والارتفاع بتاع الصوره. اكتب العرض والارتفاع بتاع الصوره اللي انا عايزه. بس ده بالنسبه للرسام 3D. الرسام 3D في اي مشكله مع الناس اللي اخدناهم لحد الان اللي هو الالارم اللي هو المنبه، الكالكوليتور على الحاسبه، الكاليندر، الاجنده، اخذنا الستيك نوت المفكره، واللي هو اخذنا النوت باد برضو مفكره، واخذنا البينت الرسام والرسام 3D، واخذنا اللي هو حاجه اسمها السكتش باد. طيب عندي حاجه اسمها الكونسوليديت دي بتجمع لي البيانات. يعني ايه بتجمع بيانات؟ انا عندي دلوقتي اهو درجات شهر فبراير، درجات شهر مارس، عندي درجات شهر ابريل. هنا دخلت على حاجه اسمها. طيب هنا عندي البي الاسم، بدايه الاسم من خليه بي كام؟ بي 6. بي 6. تعالوا هنا في شهر مارس برضو بدايتها من كام؟ من بي 6. تعالوا في ابريل برضو البي 6.
تعالوا بقى في الدالة نفسها الكونسوليديت. يبقى هبدأ من بي 6، دي أول خطوة، هدوس على اللي هو الخلية بي 6، بروح على تابة اسمها داتا، وبدور على حاجة اسمها الكونسوليديت. أهي الكونسوليديت فين؟ في قائمة الداتا، في حاجة اسمها الداتا تول، واختار منها الكونسوليديت. امسح بس تول. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي المرجع بتاعك، اول مرجع عايز تضيفه ايه؟ هدوس على علامة السهم دي واروح على الفبرايل، واروح احدد المرجع بتاعي اهو. بعد كده بدوس على اد او اضافة. طيب شهر مارس، اروح على شهر مارس واضيف الدرجات بتاعتي وادوس على اد او اضافة. نفس القصة اروح على شهر ابريل واروح اضيف الحاجة بتاعتي وادوس على اد او اضافة. هنا بيقول لي التوب رو والرايت كولوم، اللي هو التوب رو اللي هو عندي الصف اللي من فوق، والرايت كولوم اللي هو العمود اللي ناحية اليسار. معلم انا هحتاجهم. طب دوس، اللي حصل معايا ظهر معايا بالشكل ده. جمع لي الدرجات، درجات محمد في الرياضة، درجاته في الفيزياء، درجاته في الكيمياء، درجاته في الانجليزي، درجاته في الفرنساوي، درجاته في العربي. جمع شهر فبراير ومارس وابريل، 40 و40 و40 كام؟ 120. طيب افترض مثلا انا رحت على الكونسيت. طيب انا مش عايز اجمع، انا عايز اجيب المتوسط. شايفين الفانكشن؟ اختار الافريج. طب لو عايز القيمه العظمى ماكس، القيمه الصغرى مين، لو عايز اعد كاونت وهكذا، عايز اعد الارقام كاونت نمبر نمبر. فانا من هنا بحدد الفانكشن بتاعي او اللي هو المعادله بتاعتي. انا الكونسوليديت هدفها تجميع البيانات، بتجمع لي البيانات في شيت واحد. انا عندي 3 شيتات، فبراير مارس ابريل والكونسوليديت. فالكونسوليديت بيجمع لي اللي هو البيانات اللي في فبراير ومارس وابريل. طيب ده بالنسبة للكونسوليديت. طيب في حاجة اسمها الاجريجيت، دي بتعمل ايه؟ تتجاهل الخطأ. يعني ايه الخطأ؟ احنا كنا اتكلمنا في الاكسل بتظهر معايا اخطاء، لو انا شغال بكتب فبيظهر معايا اخطاء بالشكل ده. فانا لو عايز اتجاهل الخطا ده، تجاهله ازاي؟ طيب بصوا كده معايا، انا دلوقتي اهو ظاهر معايا ايه هنا؟ الفاليو، الفاليو معناه ان في خطا. طيب بس انا عايز اجيب نسبه التغير بتاعه كل ده، معنى كده ان انا عايز اتجاهل الخليه دي، عايز اتجاهل الخليه الثانيه وهكذا. هنا في غلط، لان هنا بدل ما يعمل لي صفر عمل لي او، فانا عايز اتجاهل الخطا ده، اتجاهله ازاي؟ طيب بس ركز معايا، اول حاجه اعمل يساوي اجريجيت، بيقول لي الفانكشن نمبر. انا عايز اعمل عد او يجيب زي اللي هو الصم للمرتب الجديد، هدوس 9، اكتب رقم 9، بدور على رقم 9 هنا اهو، اعمل فاصله. طيب انا عايز اعمل اهمال لايه؟ انا عايز اعمل اهمال للايرور او الاخطاء اللي عندي، رقم كام؟ 6 اهو، اعمل فاصله. بيقول لي بعد كده الاري، بحدد الجدول بتاعي، الجزء بتاعي، واروح اقفل القوس وادوس انتر اهو، حسبها لي وتجاهل الاخطاء اللي عندي. طيب نفس القسم اجريجيت، عايز اعمل ايه؟ داله الصم في نسبه التغير اللي هي رقم كام؟ رقم 9، اعمل فاصله
أنا عايز أعمل إيه؟ إهمال لقيم الأخطاء رقم 6 فاصلة، وأروح أحدد نسبة التغير وأقفل القوس وأدوس إنتر، وأدي عمل لي إهمال ليه، عمل لي إهمال للأخطاء اللي عندي. الأجريجيت بتعمل لي إهمال للأخطاء اللي عندي. نسبة التغير جبتها إزاي؟ إن أنا قسمت اللي هي خلية المرتب الجديد، المرتب الجديد على المرتب القديم ناقص واحد. يبقى نسبة التغير بجيبها ازاي؟ المرتب القديم اللي انا اسف المرتب الجديد على المرتب القديم ناقص واحد بيديني نسبة التغير. المرتب الجديد على المرتب القديم ناقص واحد. في دالة اسمها الديجيت، هنا دلوقتي لو عندي مثلا حاجة بالشكل ده اهو، المسلسل والفرع وقيمة المبيعات والاسم، عايز بمجرد مثلا ما هكتب هنا الرقم هيغير معايا الاسم، او مجرد ما اغير الاسم يغير معايا الرقم. اعمل يساوي تحت القوس، اول حاجة بيقول لي اول ما بكتب المعادلة حاجة اسمها الداتابيس، قاعدة البيانات اللي عندك، بروح احدد الجدول كله. دي قاعدة البيانات اللي عايز اطلع منها البيانات اللي عندي. بعد كده في حاجة اسمها الفيلد أو الحقل. الحقل بتاعك اللي هو الاسم، أنا عايز يظهر معايا الاسم هنا، لأن بمجرد ما أدخل قيمة المبيعات يظهر معايا الاسم. أروح أعمل فاصلة. كريتيريا، الجزء اللي أنا عايز أخد منه اللي هو الشرط الأساسي بتاعي، بمجرد ما هغير هنا هتظهر مع القوس وأدوس على إنتر. ده استخدام. طب الاستخدام الثاني، بس هنا الاول انا ازاي جبت القائمه دي؟ بروح على قائمه داتا، وفي حاجه اسمها الداتا فاليديشن، قال له هختار حاجه اسمها ليست. بعد كده بروح احدد المصدر بتاع اللي انا عايز اجيب منيه اللي هو الاسماء دي من فين اهو، المصدر بتاع اللي هنا ضيق حددته، روح احدد المصدر او الاسماء اللي عندي، وظهرت القائمه عندي معايا. انا عايز بمجرد ما هو اكتب الاسم يظهر معايا قيمه المبيعات، برضو من داله اسمها الدي جيت، وافتح القوس وهمشي برضو نفس الكلام. الداتا بيز اللي هي قاعده البيانات الكامله اللي عندي، الفيلد اللي هو الحقل اللي عايز اطلع منه البيانات، كريتيريا اللي هو الشرط الاساسي اللي هو بمجرد ما هكتب الاسم هيظهر معايا الرقم، وبحدد الاسم مع اللي هو كلمة الاسم مع اللي هو مريم محمود مثلا، واروح اقفل القوس وكده هعمل لي دالة الدي جيت. أبعت إن شاء الله. حاضر. فدي بالنسبة شرح مختصر للثلاث معادلات اللي هم ايه؟ الكونسوليديت اللي هي بيعمل لي تجميع البيانات، اجريجيت اللي هو بيعمل لي تجاهل للخطأ، ديجيت دي يعتبر يعني قريبة جدا من الفي لوك اب والاتش لوك اب. تمام، هحاول ان شاء الله اوفر لكم محاضرة كاملة في الاكسل نعيد على كل المعادلات اللي احنا اخدناها، او لو في اي مشاكل واقفة معاكم فيها. طيب حلو خالص، لحد الآن في أي مشكلة مع الناس؟ بالنسبة للحاجات اللي إحنا شرحناها لحد دلوقتي، فيها أي مشكلة؟ أنا عندي هنا ده برنامج الوورد. احنا قلنا ايه الفرق ما بين الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس والاوتلوك؟ يعني ان انا الوورد بستخدمه في اللي هو تحرير النصوص، باوربوينت في الورد التقديميه، الاكسل في الجداول الالكترونيه، الاكسس بستخدمه ان انا بعمل بيه قواعد بيانات. نتعلم حاجه جديده مع بعض، تعالوا ندخل كده على جوجل.
اجي اكتب مثلا تثبيت اوفيس 2019 وهنا شارح. طيب لو دوست على حاجه اسمها تنزيل مايكروسوفت 365 او اوفيس 2019 حاضر هندسه اهو، انزل احمل اللي هو انا بيقول لك الطريقه. بمجرد ما تنزله هيظهر بالشكل ده وبعد كده هينتهي على طول معاك. ده بيقول لك الطريقه. تعالوا كده نبص على حاجه تانية مع بعض. انا دلوقتي عايز احمل النسخه، طب ايه اللي ياكد ان النسخه دي اصليه او النسخه دي مش مضروبه؟ شايفين علامه القفل اللي ظاهره معايا اهو، علامه القفل اللي ظاهره معايا دي معناها ان الموقع امن. زائد هنا هتلاقي في حاجه اسمها ال HTTPS، HTTPS معناها فعلا ان الموقع اللي انا داخل عليه موقع امن. بعد كده اقول له تحميل اوفيس 2020 نسخة نهائية مجانا، او انزل لتحت توجه الى صفحة التحميل. استنى لحد ما التحميل يخلص. دي نفس الطريقة اللي احنا بنحمل بيها اي اوفيس موجود عندك، هي التحميل بتاعه من الانترنت سهل. بعد كده بيقول لي انت عايز تنزله اوفيس 2019 كامل مجانا ولا عايز تحمل اوفيس 2019 من ميديا فاير ولا عايز ايه، تختار اللي انا عايزه اهو. اختار مثلا حاجة زي دي، اخترت اللي هو تنزيل برنامج اوفيس 2019. بدور على حاجة اسمها الداونلود. داونلود 64 بت. يقول لي your requested resource will be generated from Linux. هيحمل معايا اهو، ابتدى يحمل معايا 3 جيجا. لا خلاص انا مش عايز 3 جيجا، هيسحب من النت طبعا. فدي الطريقة اللي أنا بحمل بيها. طيب نفترض حملت، بعد ما حملت في حاجة اسمها البرو بلس، بدوس عليها اختار اوبن. تعالوا كده نطلع بره، حصل معايا ايه؟ ظهرت معايا بره. بمجرد ما هضغط عليها واضغط انستول بعد كده نيكست 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 هتلاقيه اتسطب معايا على الجهاز. انا مش عايز دي. طيب انا سطبته خلاص. بصوا كده معايا هنا، اسمعوا الفيديو ده كنت عامله من فتره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعرف مع بعض ازاي نسطب دلوقتي برنامج مايكروسوفت اوفيس 2019. أنا عندي الملف ده، الملف ده كامل، أنا رابط هبعته بحيث إن أنتوا تنزلوه. أول حاجة أنا بمسح الأوفيس الموجود عندي، بعمله أنستول. طب أنا ما ينفعش أسطب على أوفيس موجود عندي، يعني لازم أمسح الأول. بمسحه إزاي؟ إن أنا بروح على قائمة كنترول بانل، ومن بروجرام أختار البروجرام أنت فيزر، واختار اللي هو اوفيس، ادور على الاوفيس اللي عندي مايكروسوفت مثلا فين فين وادوس على انستول او الغاء تثبيت. طيب انا عملت له الغاء تثبيت، حلو كده. طيب
دايما لما اجي اعمل الغاء تثبيت لاي حاجه بنلاقي فيه ملفات صغيره موجوده منه على الجهاز. طب انا عايز احذف اللي هي الملفات دي، احذفها نهائيا خالص، بروح على ملف اسمه C2R، واختار حاجه اسمها ايه Convert C2R، ادوس عليها وتشتغل لوحديها، وبعد كده ادوس على Exit. معنى كده ان هو حتى لو في ملفات موجوده منه بيمسحها لي. نكمل الفيديو. ازاي؟ كنترول بنات، بعد كده بروجرام، وادور على مايكروسوفت واعمل له، بعد كده اضغط عليه واختار من فوق انستول تثبيت. يا اما الطريقه الثانيه اللي انا بعملها، انا بروح على السيتنج اللي هي الاعدادات، وبعد كده اختار ابس اللي هي تطبيقات، استنى التطبيقات اللي تظهر عندي، وادور برضو على مايكرو ايا كان النسخه اللي عندي فبحذفها الاول. طيب علشان اتاكد ان ده اتحذف، انا بدخل عندي على اوفيس 2019 في حاجه اسمها سي 2 ار، هضغط عليها. اول ما اضغط عليها ظهرت عندي حاجه اسمها كونفيرت سي 2 ار، دي بضغط عليها كليك يمين واختار حاجه اسمها ران اد ادمنستريتور، اضغط عليها، بعد كده بضغط على يس وبسيبها تشتغل مع نفسها. بعد كده لو جالي لي بس ادوس على كليك يمين على الكونفيرت واختار حاجه اسمها ران از ادمنستريتور. دي بتعمل لي دي لو في ملف حلو، ده أن أول خطوة بعملها بلغي تثبيت الأوفيس اللي عندي، وبعد كده أروح بعد ما بلغي التثبيت بعمل الخطوة دي علشان يشيل أي ملفات متبقية منه، بعد كده أعمل له تثبيت. من الأوفيس موجودة عندي ما اتحسبتش فبيحسبها لي كلها كده، دي أول خطوة. الخطوة الثانية بروح على البروجرس وبعمل له أول حاجة أوبن، بعد ما بعمل له أوبن لما أجي أطلع بره هلاقيه ظهر معايا هنا، أضغط عليه أنا ستور اللي هو التثبيت. بص هروح هيطلب منك، اول ما بثبت الاوفيس بيحتاج مني ان انا اعمل له اكتيفيت او تنشيط. بعمل التنشيط من فين؟ من حاجه اسمها الاوفيس 2019 فيكس، فين اللي هو البرودكت كي، عايز اللي هو المفتاح اللي هو هيعمل اكتيفيشن، انا اول ما ادخل عليه. طيب الحل ايه؟ هروح على ملف اسمه الاوفيس 2019 فيكس، افتحه يا اما انت تنزل من الانترنت حاجه اسمها اس تولز، ده الاداه اللي انا بعمل من خلالها اللي هو التنشيط بتاع الاوفيس. واضغط على حاجه اسمها كي ام اس تي، او انا اسف كي ام اس تولز، بعد كده اختار يس، وبعد كده منها اختار حاجه اسمها الاي اي سي تي بورتبل، واروح اضغط من هنا على الاوفيس اكتيفيشن تنشيط الاوفيس، بستنى عليه لحد ما يقول لي اكسل، بعد كده ادخل على الاوفيس الاقيه ان هو اتثبت معايا. بكل بساطه ازاي اثبت الاوفيس؟ طبعا انا ما ثبتهوش لان انا اصلا طيب ده اللي هو زي ما قلنا تثبت مع بعض بكل بساطه وبكل سهوله. وبرده بالنسبه للكي ام اس دي بنزلها عادي، بتنزل لكل الاوفيس اللي عندي، يعني لو عايز انشط اي اوفيس بنزل له حاجه اسمها الكي ام اس. حلو خالص، تعالوا كده ندخل على حاجة اسمها ويندوز 10 ميديا كرييشن تول، ويندوز 10 ميديا كرييشن تول، وفي حاجة هنا اسمها الداونلود ويندوز 10 ديسك، دوست عليها ظهرت معايا بالشكل ده. انا لو عايز اعمل تحديث للنسخة اللي عندي هختار حاجة اسمها الابديت ناو، اما لو عايز انزل النسخة اختار داونلود تول ناو، دوست عليها اهو بتحمل معايا تحت، حملت روح افتحها وبعد كده اضغط عليها ادوس على يس. انا نزلته من شركة مايكروسوفت من الموقع الرسمي بتاع مايكروسوفت، واستنى عليه هو بياخد وقت لحد ما
ظبط لحد ما يخلص. تعالوا كده نسمع مع بعض كده فيديو صغير بسيط. هنا بيقول لي حاجة اسمها getting a few things ready. استنى عليه، اصبر عليه شوية. المهارة دي عميقة، بس الفيلم ده مش هيفرقع زي ما تشيكليكس فرقعت كده بالفرقع. برنامج مهارات من جوجل يقدم أكثر من 40 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت. على ويندوز 10، لان احنا شرحنا قبل كده او انك تثبت اكشن انك تقدر تفتح لعبه ويندوز 10 بكل سهوله وبكل التفاصيل. حجمها 13 ميجا بايت، تجمع بيانات امر وصفات زي ما احنا عملنا كده، ويبدا يوفر لك فظهر معايا اللي هو الجيتنج اوف يو سينج ريدي، اهو اللي هو لسه شغال بيعمل لي اهو تحميل النسخ المتاحه. هتدوس على اكسبت عشان توافق على بتاعك، ويبدا يوفر لك النسخ المتاحه. هتدوس على اكسبت عشان توافق على اتفاقيه الاستخدام. بعد كده يعرض لك الرساله دي فيها ابجريد. عندي حاجه اسمها الابجريد زيز بي سي ولا الكريت انستوليشن ميديا يو اس بي، معناه ان انا لو عايز اعمل تحديث للنسخه بتاعتي ولا انا عايز انشئ نسخه جديده. يعني تدوس على نيكست. هنا بحدد اللغه بتاعتي والاصدار اللي عايزه الاشن، واحضر وبرده اللي هو اذا كان نوع النظام 64 او 32. اختار نوع الاصدار بتاعك، اختار الاجهزه الايزوايا. بعد كده انا عايز اخليه في يو اس بي. يو اس بي في حاله ان انا لو حاطط فلاش على الجهاز وعايز اعمل حرق للويندوز على الفلاشه، او عايز اعمل حرق للويندوز على الاسطوانه، هختار اليو اس بي. اما لو عايز انزل نسخه على الجهاز هختار ايزو فايل. دلوقتي بيقول لك اختار المكان اللي تنزل فيه. فانا هنا عندي هنا في 151 جيجا فاضيين، هختار هنا واسمي دي ويندوز 10. من خلال التحميل من بو خالص لغايه عند 20، هختار هنا واسمي دي ويندوز. بعد ما بنزلها كله سيف، هتسيبه خالص لغايه ما يحمل نسخه الويندوز على الجهاز. بعد ما يحمل نسخه الجهاز اهو دي خلصت. انا بختار حاجه اسمها اكسبت، خلاص انا موافق عليه. استنى عليه تاني. فدي كانت قرار رسمية من خلال التحميل من موقع مايكروسوفت. فدي لو عايز ازاي انزلها على من شركة مايكروسوفت. لا يفضل لا. تبقى تحرق الويندوز على اسطوانة دي في دي، طبعا الحجم الويندوز. طيب. وطبعا لما اجي اعمل لما عايز عندي على اسطوانة او على فلاشة بعمل اعادة تشغيل للجهاز. لما اجي اعمل اعاده تشغيل للجهاز افضل دايس على زرار اف 12 او اف 11 او اف 10 او اف 2 على حسب كل جهاز. يعني في جهاز اف 2، في جهاز اف 10، في جهاز اف 11، في جهاز اف 12 وهكذا. طيب حمل نسخه الويندوز على الجهاز بتاعك ما بيدعمش 32 بت، وكمان الرامات داونلود احرق الويندوز من خلاله. ده برنامج وتقدر تحمله بكل سهوله من خلال موقعه. برنامج اسمه الار يو اف يو اس، ده برنامج من خلاله بقدر احرق النسخه. هتيجي تنزل البرنامج على طول، على تختار نسخه الويندوز اللي انت عاوزها من الجهاز بتاعك، وتكون طبعا بصيغه الاي اس او او ايزو نسخه اصلا بسهوله من خلال موقعه الرسمي. دلوقتي انت نزلت الار يو اف يو اس وعايز تحرق تعمل حرق للويندوز على فلاشه او على اسطوانه، تعمل ايه بعد كده؟ هتيجي من هنا تحمل اخر اصدار ليه والبرنامج محتاج بتاعك اللي انت عاوزها من الجهاز بتاعك، وكون طبعا بصيغه الاي اس او او ايزو. هتسيب باقي الاعدادات كلها زي ما هي، وتاكد ان البرنامج مختار الفلاشه من اوبشن ديفايس. بعد كده هتدوس على غلط رساله تنبيهيه بيقول لك ان هو هيفرمت الفلاشه تمام وامسح كل البيانات. قول اوكي طبعا، وبعد كده تستنى لما يخلص عمليه الحرق. ولما يخلص ادخل للفلاشه بص بصه سريعه على الملفات، وتاكد من وجود ملف سيت اب بالشكل اللي قدامك ده. كده انت حرقت الويندوز وتمام التمام. هنقفل البرنامج وهنسحب الفلاشه. طيب اهو
هنا ظهر معايا بيقول لي انت عايز النسخة تعمل لها تحديث ولا تنشئ في USB. هنا ظهر معايا اللغة والاديشن عشان انت الصح، دي لغة الجهاز. هنا الاديشن الاصدار، هنا اللي هو نوع النظام، دوس نيكست. طب انت عايزها كتحرقها دلوقتي على طول على فلاشة؟ بيقول على الاقل انت هتحتاج 8 جيجا فلاشة، ما تقلش عن 8 جيجا، او الصوانة ما تقلش عن 8 جيجا، ولا عايزه كايزو فايل كملف موجود على الجهاز، وادوس على نيكست. وحدد مكان الحفظ بتاعه، حدد مكان الحفظ بتاعه. بس كده انا نزلت النسخة عندي على الجهاز بكل سهولة. ابتدي بعد كده اعمل اضغط كليك يمين على النسخة واختار حاجة اسمها انستول او تثبيت، هيثبت معايا الويندوز بتاعي. انا في ملف عندي في ال او عمل لكم فيها ملف، عامل فيه طريقة تثبيت الويندوز اهو بالكامل. ازاي اثبت الويندوز والبرنامج لما اجي انزله اشتغل عليه ازاي، كل ده بالتفصيل الممل. فلاش هتعمل فيها ايه بالظبط؟ حتى لما تيجي تعمل اعادة تشغيل الجهاز وتدوس على زرار برضه، هنا هختار اللغة بتاعتي وكذا، وبعد كده ادوس على انستول واستنى عليه، اصبر عليه. هنا يا اما هختار ابجريد لو عايز اعمل تحديث، اما الكاستم ان انا لو عايز انزل النسخة او اسطب نسخة. وهنا ابتدي اظبط الدرايفات بتاعتي او اعمل لها تقسيم، وبعد ما بخلص بدوس على نيكست، فبسيبه يتثبت معايا اهو بيخلص كده. خلاص انا بحط اللغة بتاعتي، انا كده شغلته عندي، بحط الايميل، اكتب البسط كده، دخل معايا على النسخة. لو انا مثلا ماي كمبيوتر مش ظاهر معايا، بظهره ازاي؟ كليك يمين على سطح المكتب واختار حاجة اسمها البيرسونلايز، ومنها بختار حاجة اسمها السيمز. هنا هي لا السنس ولا لوك سكرين، حرق النسخة معناه ان انا زي ما بنلاحظ ان في اسطوانات خاصة بالنسخة، اسطوانة بس هي ملهاش خاصية او اهمية، غير ان هي بس هي متخصصة للويندوز، معناه ان انا عايز احط الويندوز بتاعي على اسطوانة، معناه ان انا مقدرش استخدمها في اي حاجة تاني. الفلاشة نفس القصة، ان انا عايز اعمل حرق او ان انا احط النسخة بتاعتي كاملة على الفلاشة، بمجرد ما احط الفلاشة الجهاز يتعرف عليها ان يعني دي يعتبر مش فلاشة، لا هو معتبرها نسخة ويندوز وهكذا. كنت بجيبها من فين؟ من سيمز. في حاجة اسمها ديسكتوب ايكون سيتنج، ده لو عايز اظهر الماي كمبيوتر اعلم علامة صح، يبقى من سيمز، واختار حاجه اسمها ديسكتوب ايكون سيتنج اهو. لو عايز اظهر بتاع الشبكات، عايز اظهر السايكل بين، احددها وادوس على ابلاي، بعد كده اوكي، الاقيها ظهرت معايا على سطح المكتب بالشكل ده. حد الان حد عنده مشكله حابب يسال عن اي حاجه؟
ده الوورد عندي، وكنا قلنا الفايل ان هو انا بستخدم ايه. الفرق ما بين الوورد والباوربوينت ان الوورد عندي برنامج انا بسميه البرنامج الرطاط، اللي انا بحكي فيه لحد ما اقول يا بس، ما بقى مش بزهق ولا بمل منه. اما الباوربوينت هو البرنامج الغلبان. يعني ايه البرنامج الغلبان؟ اللي انا ما ينفعش احكي فيه كتير اهو. حتى كمان مش بيديني صلاحية ان انا غير ان انا اكتب بس في المربعات الموجودة عندي دي، المربعات دي بس الموجودة عندي، اكتب في مكان بره المربعات دي. طيب انا هنا عندي قائمة فايل اللي هي واحدة في كله، ان انا نيو بنشئ بيها مستند جديد، اوبن لو عايز افتح ملفات موجودة على الجهاز، انفو من خلالها لو عايز اعمل حماية للمستند، تار بروتكت دوكومنت، وبختار انكريبت ويز باسورد. وزي ما قلنا الفرق ما بين سيف وسيف از، سيف حفظ الاول مره، وسيف از حفظ بقى نسخه احتياطيه او بعد التعديل، او عايز احفظه بصيغه معينه، برنت طباعه، وقلنا الاكونت اللي من خلاله بغير لون الاوفيس اللي عندي من الاوفيس سيم. ادي شكل الاوفيس معايا، اختار الشكل اللي انا عايزه، اوبشن اللي هي الاعدادات بتاعتي. عندي قائمه هوم اللي من خلالها بغير نوع الخط، حجم الخط، اتخن الخط، اميله، احط خط تحت الكلام، احط خط في وسط الكلام، لو عايز اظبط قطعه معينه المحاذاه اخليها في المنتصف، اخليها ناحيه اليمين. احنا قلنا الجاستيفاي بيعمل لي ضبط للمسافات البادئه والنهائيه، المسافه ما بين السطور من اللاين سبيسنج. وفي غلط بنوقع فيه كلنا، ان انا قبل ما ابتدي اكتب لازم اشوف نفسي انا هكتب انجليزي ولا عربي. لو انجليزي بخلي اتجاه الدايركشن ليفت تو رايت، لو عربي خليه رايت تو ليفت. قلنا بعد كده انسرت من خلالها بعمل ادراج لجدول، لصوره، لشكل، لمخطط تفصيلي، رسم بياني، لينك، تعليق، رأس وتسجيل، ارقام صفحات، مربع نص، معادله. طالما سمعت كلمه ادراج يبقى اسمه قائمه انسرت. درو ارسم اللي انا عايزه، ديزاين اللي هو من خلالها بعمل ووتر مارك علامة مائية، بعمل بيج كلر لون للصفحة، البيج بوردر حدود للصفحة. عندي اللي اوت اللي هي التخطيط اللي من خلالها اللي هو بغير الهوامش بتاعتي، الاورينتيشن اتجاه الصفحة، السايز اللي هو الحجم. عندي الفرنسز هي خاصة بالمراجع لو عايز اضيف جدول محتويات، اما لو عايز اضيف اللي هو حاجة اسمها ريفرنسز او مراجع. عندي الميلينج او المراسلة، وعندي قائمة اسمها الفيو طريقة العرض بتاعتي لو عايز اعمل مثلا ترانسليت ترجمة للمستند، الفيو اللي هو لو عايز اظهر المسطرة، عايز اخفيها، عايز اظهر الشبكة البيانية، والزوم الخاص بي. طيب باوربوينت نفس القصة، بس لو عايز اضيف سلايد جديدة بختار نيو سلايد اضيفها. الانسرت نفس القصة، عندي ادراج حاجة اسمها ادراج، عندي الديزاين اللي هو من خلالها بغير الشرائح. ادي شريحة، مجرد ما هضغط كليك شمال على السيمز اتطبق على كله. طيب انا عايز اخلي كل شريحة بشكل غير التاني، اروح على الشريحة اللي عايز اغير شكلها واضغط كليك يمين وليس كليك شمال على السيمز، واختار حاجة اسمها apply to selected slide اهو، غير معايا الشكل بتاعها. دي اشكال تانية للسلايد، ده اللي هو حجم السلايد او الشريحة، ده اللي هو الفورمات باك جراوند الخلفية بتاعتي. هنا الترانزيشن او باتين، قلنا ان الترانزيشن هو الانتقال ما بين كل شريحة والتانية، عشان اروح للشريحة التانية بختار ترانزيشن معين اهو. طيب هنا اي ترانزيشن بنلاقي ليه تأثيرات تانية. الساوند اللي هو الصوت، سامعين الصوت اهو. ديوريشن المدة، مدة الانتقال الترانزيشن، المدة اللي بتحرك فيها.
انا سريع، انا تعالوا كده نزود، شوفوا كده مدة الانتقال هتكون ازاي، اهو بطيئة شوية. طيب انا لو عايز اعمل عرض بروح على حاجة اسمها السلايد شو وبختار حاجة اسمها فروم بيجيننج. طب انا لو عايز انا اللي اتحرك ما بين السلايدات او الشرائح اروح اعلم علامة صح على اون ماوس كليك. طيب انا عايزك بعد 5 ثواني تروح للشريحة اللي بعدها، اشيل علامة الصح من اون ماوس واعلم علامة صح على افتر واحدد المدة اللي انا عايزه ياخدها في كل شريحة، اهو انا عايزك في كل شريحة تاخد دقيقة وهكذا. طب الانيميشن هو الترانزيشن، بس الانيميشن خاصة بالمؤثرات اللي من الداخل، يعني اي حاجة بدرجها داخل الشريحة يعتبر بالنسبة للانيميشن. اختار الانيميشن اللي انا عايزه نفس القصة، لو ملاحظين هنا قال لي 1 وهنا 2، يبقى ده الانيميشن اللي هيظهر في الاول وده الانيميشن اللي هيظهر بعد كده. اي انيميشن برضو ليه افكت اوبشن، اداة تأثير. طيب هنا اللي على الانيميشن الثاني وعايز يظهر مع الانيميشن الاول، هو دلوقتي ده 2 وده 1، تعالوا كده من ستارت نختار حاجه اسمها الويز بريفيوس. ايه اللي حصل؟ الاثنين هيظهروا مع بعض، اهو ده 1 وده 1، معناه ان هم هيظهروا مع بعض اهو. ديوريشن اللي هي مده تاثير، زي ما هنا كان في مده للترانزيشن او الانتقال، هنا في مده للتاثير. طيب المده نفسها ما بين كل انيميشن والتاني اللي هو ما بين الانيميشن الاول والتاني حاجه اسمها الديلي او المده، الديلي او المده. انا واقف على انيميشن رقم 1، لو اخترت حاجه اسمها الموف ليتر هياخره خطوه لقدام، هخليه ده الانيميشن رقم 2. طب لا انا عايز اخليه الانيميشن رقم 1، بختار حاجه اسمها الموف ارير ان انا برجعه خطوه لورا، بخلص شغلي وبعد كده بختار حاجه اسمها الفروم بيجيننج. هنا لو جيت بصيت برضو على الاكسل سريعا نفس القصه، فايل عندي هوم اللي هو نوع الخط وحجم الخط والمرج لو عايز اعمل دمج، اما لو عايز اغير اتجاه الشيت من حاجه اسمها بيج لي اوت واختار الشيت رايت تو ليفت خليها لي ناحيه اليمين. هنا الكونديشنال فورماتنج اللي هو الحالات الشرطيه وهكذا، انسرت لو عايز ادرج جدول، ديليت لو عايز احذف. عندي هنا انسرت برضو ادراج، عندي حاجه اسمها البايفوت تيبل والبايفوت شارت. تمام، عندي شارت او الرسوم البيانيه، عندي هنا في البيج لاي اوت اللي هو الهوامش والاورينتيشن والسايز. هنا لو عايز اظبط موضوع اللي هو الطباعه بتاعتي، الطباعه لها خطوات معينه، الفورمولا اللي هي المعادلات دي كلها معادلات اهو، كلها معادلات عندي، ومع الوقت لحد ما نخلص الجزء الاول هنكون برضو بناخد شويه معادلات في المعادلات الموجوده عندي دي. ان شاء الله باذن الله لحد ما نخلص الدبلومه بكل جزء فيها نكون خلصنا معادلات كتيره اخدناها في الاكسل. الاكسل برضو اوسع واشد، انا لو عايز اعمل من خلال حاجه اسمها الداتا فاليديشن وبستخدم من خلال حاجه اسمها الكونسوليديت. ادي الريفيو وادي البيو ده اللي هو شيت السيل اللي عندي، فدي مقارنه سريعه ما بين الثلاثه. انا بس كل اللي عايزه من الناس، انا مش هشرح اكتر من كده، بس انا اللي عايزه من الناس ادي معاك 3 برامج، معاك الوورد الباوربوينت الاكسل، الثلاثه دول انا مش هدخل على حاجه جديده الا وانت تكون الثلاثه دول فاهمهم. من الناس يبعتوا لي الحاجات اللي هم مش فاهمينها، محدش بعت لي حاجه خالص، معنى كده الناس فهمت 3 برامج. حلو، المحاضره اللي جايه ان شاء الله هدي فرصه للناس تراجع الـ3 برامج الوورد والباوربوينت الاكسل. تمام، بعد ما هدي لهم فرصه ان هم يراجعوا، تمام، هخلي كل واحد فيكم يبعت لي على يبعتوا على الجروب ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها، ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها، ويا ريت قبلها بفتره عشان ابتدي اجهزها واشرحها المحاضره اللي جايه. تمام، شوف انتوا محتاجين ايه بالظبط في الـ3 برامج دي،
ان بنسبة كبيرة ان شاء الله بعد ما اخلص الجزء الاول اللي هو الوورد والباور والاكسل هيبقى فيه امتحان على الخمس برامج، يبقى فيه امتحان على الخمس برامج عشان اتاكد فعلا الناس فهمت البرامج دي ولا لا. ان لحد الان ما حدش قال لي ايه اللي واقف معاكم، معنى كده ان انتوا فاهمين كل حاجة انا شرحتها. فاللي عنده اي مشكله يبعت لي يا ريت، زي ما اللي هي التلات معادلات اللي انتوا بعتوها، عايزين اتعمق اكتر في حاجات معينه قولوا لي انتوا عايزين واحد اتنين تلاته. تمام، حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ ان لو محدش عنده سؤال او عنده مشكله، المحاضره اللي جايه بالكامل هتبقى شرح برنامج جديد. طيب البايفوت شارت والبايفوت تيبل انا كنت شارحهم قبل كده في الاكسل، انا شرحتهم قبل كده يعني، يا ريت الناس بس ترجع بالفيديوهات، تسمع الفيديوهات تاني. تمام، لو سمعت الفيديوهات كويس هتلاقوني ان انا شارحها بالتفصيل، التيبل البايفوت تيبل والبايفوت شارت، بص عليهم واسمعوا الفيديوهات. لو في اي مشكله ظهرت مع الناس ما عنديش اي مشكله اعيد عليها تاني، بس الاول ارجع للفيديوهات اللي موجوده، ارجعوا للفيديوهات اللي موجودة عندك، ارجع للفيديوهات الموجودة عندك. طيب قالوا كده مثلا احنا كنا صممنا مع بعض جدول الحضور والانصراف على الاكسل، صح كده؟ ناس فاكرة كنا صممنا مع بعض جدول الحضور والانصراف على الاكسل ده، صممناه مع بعض على الاكسل. بصوا كده معايا، هنا عندي جدول زي ديه، تعالى انسر، دوس على حاجه اسمها البايفوت تيبل ودوس على اوكي، فتح معايا شيت تاني خالص اهو، شيت تاني خالص. انا لو رحت علمت على الاسم علامه صح، ادي ظهر معايا الاسم، علمت علامه صح على الرياضيات ظهر معايا الدرجات بتاعت الرياضه وانا مديني الصم، لو علمت علامة صح على اللغة العربية ادي ظهر معايا درجات اللغة العربية. طيب او زي ما انتم شايفين ده اللي هو الفلترة، ده الكولوم لو عايز اضيف عمود معين اهو زي ما انتم شايفين، هنا من تحت ظهر معايا الاسم. انا لو شلت علامة الصح من اسم محمد ودوست اوكي ملاقيش الهولي من هنا، يبقى انا بعلم علامه صح في جنب على الحاجه اللي عايز اعمل لها زي فلتره. طيب ده يعني يعتبر حاجه سريعه كده على البايفوت تيبل. في حاجه اسمها ريكومندد بايفوت تيبل، يعني حاجه موصى بها يعني اهو، اختار ده اللي هو شكل البايفوت تيبل. تعالوا ندور على حاجة اسمها البايفوت شارت اهي، نفس القصة بس المرة دي عايز اعمله كشارت كرسم بيان. ده اللي هو البايفوت شارت. حد عنده مشكلة؟ ده اللي هو برنامج اللي فتحناه، برنامج الاكسس اللي هو خاص بالداتابيز او قاعدة البيانات. تمام، هنتعلم بالتفصيل الممل ازاي نستخدمه، ازاي ننشئ قاعده بيانات من عليه بالشكل ده، ويعني ايه الداتا تايب، الفيلد نيم اسم الحقل. طيب لو عايز انشئ فورم استماره، لو عايز انشئ كويري استعلام، لو عايز انشئ ريبورت او تقرير،
كل ده ان شاء الله باذن الله هناخده مع بعض في اللي هو الاكسس، ونعرف ازاي نستخدم اللي هو الحته اللي من تحت دي. ولو عايز اعمل حاجه اسمها الريليشن شيب، علاقه ما بين جدولين، وهكذا. الاوتلوك اللي هو البريد الالكتروني، هنتعلم كل حاجه بالتفصيل وايه معنى الحاجات اللي من تحت وايه الادوات اللي فوق بستخدمها ازاي. لو عايز ابتدي انشئ ايميل جديد بنشئه ازاي وبشتغل عليه ازاي، كل ده ان شاء الله باذن الله هناخده مع بعض في اللي هو الاوتبوك. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال بخصوص محاضره النهارده؟ يعني محاضرة النهاردة معلش تصدق إن هي يعتبر كانت شرحنا يعتبر في الأول خالص، يعتبر شرحنا حاجات جديدة شوية بس ما زودناش فيها على الناس. حد عنده سؤال؟ يا ريت يا ريت يعني في فيديوهات مسجله نازله على القناه، فيا ريت الناس ترجع للفيديوهات المسجله دي، لان لو هتلاحظوا ان الحاجات دي كلها اللي هي البايفوت تيبل والبايفوت شارت واللي هو جزء اللي هو الانيميشن اللي احنا عملناه في الباوربوينت والحاجات دي كلها نازله كلها على القناه. يعني احنا بنعمل تسجيل للمحاضره عشان الناس ترجع لها بعد كده، فانا عايز بس الناس ترجع لها. واوعدكم اللي تقف معاه اي حاجه ما عنديش اي مشكله ان انا اخلي محاضره كامله عليها، بس الناس ترجع الاول للفيديوهات اللي هي مسجله على القناه، ولو في اي مشكله وقفت معاكم انا مستعد اشرح. بس ان اي حد محتاج اي حاجه يبعتها لي، يا ريت تبعتوها، يا ريت تبعتوها على جروب الواتساب. طيب معلش هندسه باشمهندس سيد، معلش ابعت لي بس اللي انت عايزه ده على جروب الواتساب عشان افتكره. ابعت لي اللي انت عايزه ده على جروب الواتساب عشان اكون فاكره يعني. او ممكن اخلي باشمهندس احمد، يعني بعد اذنك يا باشمهندس، احنا ننزل بس فورم صغيره كده للناس، كل واحد يقول هو محتاج ايه في البرامج دي اللي هو الوورد والباوربوينت والاكسل، قبل ما ابتدي ادخل في برنامج جديد نشوف الناس محتاجين ايه بالظبط، وعلى اساسه مثلا نخلي المحاضره اللي جايه كلها ان شاء الله باذن الله مختصه باسئله الناس. لما نخلص الكورس ان شاء الله الشهادات هتطلع، لسه ما خلصناهوش، لسه معانا الاكسس ولسه معانا الاوتلوك ولسه معانا هيبقى محاضره او اتنين هنشرح فيهم كام حاجه برضو في الوورد والباوربوينت والاكسل. يعني كل حاجة جديدة أنا بحاول أشرحها في محاضرة لوحدها، يعني أي حاجة جديدة أنا بتعلمها في البرامج دي بشرحها. طيب تمام يا هندسة، أنا كده خلصت محاضرة النهاردة. ندمج البرامج مع بعضها، الوورد مع الإكسل والباوربوينت لو هعمل استعراض للبيانات. طيب لحظة، طيب بس اكتب دي عشان افتكر، لحظة بس اكتبهم. انتوا عايزين اول حاجة ازاي نعمل نماذج شورت، ازاي نحفظها. نستعين بها وقت اللزوم. تمام. الحاجة التانية اللي انتوا عايزينها ازاي ندمج البرامج مع بعضها، يعني الوورد مع اكسل، الباوربوينت لو هنعمل
استعراض البيانات. طيب كويس. مايكروسوفت بروجكت ده لسه هيتشرح، في الجزء الثاني من الدبلوم، بس معلش ممكن تاخد لي سكرين للحاجات دي كلها بتاعت الناس، الحاجات اللي هم بيسألوها، بس يا ريت يعني يا ريت بعد اذنكم برضو الحاجات دي كلها تعملوها في الفورم لما يجي ينزله باشمهندس، تصور لمشروع زي رسم بياني. اعرف ده مصروفات المشروع، معرفة المكسب والخسارة. بس حتة المشروع دي اللي بيهتم بيها أكتر برنامج مايكروسوفت بروجكت اللي هو الخاص بالمشاريع. اكسل على الباوربوينت تكون شريحة وملف اكسل في نفس الوقت. تمام كويس خالص. طيب برضه هرجع وأقول إن شاء الله بإذن الله يعني نحاول هننزل للناس فورم عشان الناس تفتكر اللي هي عايزاه، ان هناخد طلبات الناس دي كلها ونشوف الناس محتاجه ايه بالظبط، وعلى اساسه الحاجات دي كلها هتتجهز ان شاء الله وهتتشرح المحاضره اللي جايه. عايز اعمل بحث عن قطعه غيار تم تغييرها ازاي، اول ما اكتب اسم القطعه اعرف اتغيرت ازاي. ماشي هتشرح ان شاء الله السوليد ورك ان شاء الله هتشرح، بس مش دلوقتي يعني، نخلص بس الدبلوم بتاعتنا ونشرحه السوليد وورك والريفت والماتلاب والبرامج الهندسيه عموما يعني اوتوكاد ريفت ماتلاب انفنتور المايا. ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يقدرنا كده ونجهزه والحاجات دي كلها باذن الله تتشرح للناس يعني. وان شاء الله يعني برضو ايه يعني نقدر نفيد الناس في الجزء الاول ده، بس الاول احنا نخلص الدبلومه ونستفاد منها، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نفكر في اي حاجه جايه. بس يعني خليكم متابعين معاهم مع بيم اريبيا، وباذن الله ان شاء الله باذن الله هيبقى في حاجات كتير هتنزل في بيم اريبيا ان شاء الله، كبرامج هندسيه خاصه بقسم ميكانيكا، وطبعا هم حاليا شغالين على قسم عماره ومدني، وهنزل برضه حاجات للكهرباء باذن الله، فربنا يوفقكم باذن الله، ربنا معاكم. انا كده خلصت محاضره اليوم الهندسه، فالناس لو تمام يا باشمهندس انا نزلت للناس دلوقتي رابط الحضور بحيث ان هم يبداوا يسجلوا حضورهم.